النورمال اكس راي يا جماعه كده، ده النورمال اكس راي. في النورمال اكس راي احنا بنحكم على كذا حاجه، جاستر اير بابل اللي هي دي، ودي بتقول لك ان الاستومك هنا والليفر هنا عادي يعني. وبنحكم كمان يا دكتور على الريبس، وبنحكم كمان على الكلافيكلز عشان تعرف ان العيان ده سنترلايزد ولا لا. وعشان تقول ان العيان سنترلايزد لازم الكلافيكلز تكون على نفس المستوى الافقي وعلى بعد متساوي من الميد لاين. يعني تو كلافيكلز اهو وعلى بعد متساوي من الميد لاين. الكوستوكرينيك انجل اللي هي اوطى حته في الفلورال ستيت واللي بيبقى لونها طبيعي اسود لان فيها هواء، لو ابيضت يبقى في عندك كومبليتريشن وده معناه فلورال ديفيوجن. في شراشير بيضاء كده يمين وشمال، دي برونكو باسكولار ماركينجز ومن اسمها تزيد في البرونكو او الباسكولار، يعني برونكايتس وانفكشن وكونجيشن وبلثرا. خلاص يا دكتور، اللنج لونها اسود حلو والبرونكو باسكولار ماركينجز باينه اروع ما يمكن في الميديا الوان ثيرد، اقل في الميدل وان ثيرد اوف ذا لنج، اولموست ابسنت في اللاترال وان ثيرد اوف ذا لنج. كمان يا دكتور بعد ما قلت لك الكلام ده كله، اهم حاجه بقى، بص اهم حاجه، ودايما لما بشرح الاكس راي انا بقول للناس كده احلف بسرك ان انت عمرك ما هتحكم على اكس راي الا لما تحكم على الميدياستان. قول والله العظيم ما احكم على الاكس راي الا لما احكم على الميدياستان. خلي بالك، وايه هو الميدياستان؟ اللي هو ما بين التو لانجز كده والحته بتاعت القلب والحاجات دي. وتحكم على الميدياستاينم ازاي؟ بحاجتين، اخده منه سوبيريور وانفيريور، فوق وتحت. السوبيريور ميدياستاينم اللي هو التراكيال اير كولم، التراكيه. وتشكل التراكيه يا جماعه فين؟ التراكيه في النص او يمين شويه. ها؟ الطبيعي في النص او يمين شويه. يعني هنا تشكلها يمين شويه ولا في النص؟ يمين شويه. يعني ما تعديش الفرتبرال كولم كده من وراها هنا. شايف انت شايفين انت شايفين التركيب الاخر اساسا؟ اللي فوق ده الاسود ده. طيب والقلب؟ القلب يمين ولا شمال ولا في النص؟ في النص بس شمال شويه. تلتين شمال وتلت يمين من الميد لاين. ولا تقبل ان يكون القلب كله على الناحيه الشمال او الناحيه اليمين، ما ينفعش. شايفين القلب ده طبيعي اهو، تلتين وتلت اللي هو الموجود عندي بالشكل ده. والكاردو ثوراسيك ريشيو ما تزيدش عن تقريبا يعني 55%. دي الحاجات اللي موجوده. اذا لقيت لون ابيض، اذا لقيت لون ابيض في الاكس راي يبقى حاجه من ثلاث، يا كونسوليديشن يا كولابس يا افيوجن. خلي بالك الميدياستاينم هو اللي هيساعدك بعد توفيق ربنا ودعاء الوالدين. هو مين اللي هيساعدك في الميدياستاينم؟ يعني ايه يا دكتور برضه؟ يعني ايه برضه ما فهمناش؟ قال لك لو الميدياستاينم رايح اليمين يبقى يا حاجه على اليمين شده، يا حاجه على الشمال شده. وايه اللي بيزق؟ الميه. يعني ايه يعني الميه؟ الهواء. المية والهواء. هايدروكيموتور. يا شدة مين اللي بيشد؟ الوحيد. كله. خلاص كده؟ طيب. قال لك الافيوجن بيبدا الكوستوكرينيك انجل ويطلع على الجدار الخارجي للتشست وول زي الميه في الكوبايه. لو انت بصيت على الميه في الكوبايه بخاصيه التوتر السطح السيرفس تنشن هتلاقي السطح الاعلى مقعرا كونكيف طالع كده عليه. والبلورال افيوجن تشد ولا تزق؟ تزق. الميدياستاينم اللي هو حاجتين، تراكيه وهارت للناحيه الثانيه. الكولابس غالبا بيبقى يمين، بيبقى ويلدي ماركيتد، ومثلث الشكل باوتر كونكيف بوردر لان الهيلثي لانج اللي بره طلعت فيه ودخلته الحب. ويشد ولا يزق؟ وهوموجينس قوي، ابيض شاهد. الكونسوليديشن يمين او شمال؟ هوموجينس.
هوموجينس او هيتروجينس ولا بيشد ولا بيثبت. يبقى لقيت لون ابيض حاجه من كام؟ من 3. يا كولات يا فيوجن يا كونسوليديشن. سهله دكتور؟ نورمال ولا اب نورمال؟ يمين ولا شمال؟ جوه ولا تحت؟ ابيض ولا اسود؟ ثلاث كلمات. انا رايي ان ده فيوجن. يا دكتور الفيوجن بيبقى تحت يا دكتور، وبصراحه الفيوجن بي ايه؟ بيزق كمان يعني. يبقى تبص على ايه؟ ما انت حلفت بقى. تبص على اللي هو مين يعني؟ تراكيه في النص. بس يمين شويه، ما احنا قلنا عادي يعني. طب والقلب تلتين وتلت من الميد لاين يا دكتور، يبقى ده ايه؟ سنترال ميديستاينم في رايت ابر لوبر كونسوليديشن، رايت ابر لوبر نيمونيا. اللي يطلع لك بقى نقوم حاطط لك وراها ايه؟ بلاد جازز فيها ايه؟ لانج ولا قهر؟ لانج فيلير، لانج فيلير. او نجيب لك بالس اوكسيميتر، او نجيب لك اوكسجين ديليفري سيستم بطريقه معينه. دكتور نعم، باقي اللانج مش عاجبني واللانج الشمال مش عاجباني، ان شاء الله عادي ما تتضايقش خالص. بص اهم حاجه صحتك، يعني عادي خالص. اكزاجيريتد برونكو فاسكولار ماركينز، ما فيش ابدا على الاعصاب، في شويه اكزاجيريتد ده اللي مضايقك عشان عارف ولا حاجه. دكتور نورمال ولا اب نورمال؟ يمين ولا شمال؟ فوق ولا تحت؟ ابيض ولا اسود؟ ابيض. شمال تحت؟ ده افيوجن. في سواد جامد. ده مش افيوجن يا دكتور ولا افيوجن؟ ايه رايك؟ مين شايف ان ده افيوجن؟ الكوستوفرينيك انجل يا دكتور سليم، وكمان مش زائد الميديستاين. تمام؟ بس يا دكتور الكونسوليديشن ده ليفت لور ولا لور وميدل؟ لور مثلا، مفيش ميدل في الليفت فيها ميدل؟ دايما فيهاش ميدل، يا دكتور نعم. انا ملاحظ ثانيه بس يا ريت، ملاحظ ان اللانج الشمال دي مسوده بزياده. تكونش ايه مصورك؟ لا ما تكونش ايه مصورك. امال تكون ايه؟ كومبنساتور. ده كومبنساتور. الكومبنسيت شويه بسودة شويه. عادي يعني. نورمال ولا اب نورمال؟ يمين ولا شمال؟ فوق ولا تحت؟ يا دكتور ده يمين فوق ابيض. مثلث ولا لا؟ مثلث. دي اوتر كونكيت بوردر ولا لا؟ دي اوتر كونكيت. شادد ولا مش شادد؟ مش شادد. تبص بقى كده، هو العين ده مركب ايه؟ في سي جي ريد صح كده؟ ومركب الحقيقه رايت، شايفين الرايت؟ لا ركز ركز، في النص في خرطوم نازل كده. شايفينه؟ ايه؟ لا هيبان حاجات ثانيه بس ده باين. بس كده كده بس في خرطوم كده صغير باين. شايفين التراكيه في الكولوم؟ باين. شفت شويه يا دكتور، انت حيرتني. بس ده شفت شويه يا دكتور، بس في ليشن عندك. اديك مثال، وطبعا انت عارف الانسان دايما اصعب من الاخر. انا بعمل لك كده، ايديا كده، هضربك ولا اسلم عليك على حسب امرك بيه؟ ما اعرفش يعني، مش فاهم برضه ليه. لو انت عندك لون ابيض وعامل كل الحاجات دي، يعني ايه؟ يعني فغالبا التراكيه دي مشدوده ليه يعني؟ ده من قصدي. كان في زمان نظريه اسمها نظريه الحمار. يعني لو لقيت كائن حي لونه ابيض غالبا وبينهق وليه اربع رجول، يبقى ده ايه؟ حمار. حمار. طب طلع برضو ابيض وبينهق بس بثلاث رجول. حمار برضو ممكن رافع رجله. ممكن كونجنتال ابسنت مثلا، سيرفيس كابين مو، بس هو في الاخر ايه؟ حمار. انا قصدي اقول مش لازم تلاقي كل المواصفات. كل عارف. انت عندك هنا التراخيه جايه كده. كل الحاجات بتشير الى ان ده كلها بس كده. اجيب لك تراخيه مشدوده لغايه، هجيبها لك اكتر من كده في المياه. مشدوده؟ ده ايه؟ كل الناس.
يا دكتور بس ده مش تراين دولار قوي زي ما انت قلت لنا. اه ماشي اوكي، بس ده شدد قوي الميدياسباينال، وانت ما عندكش حاجه بتشد الا ده. شايفين التراكيه؟ شايفين التراكيه الاير كولم؟ شايفينه بالبنطلون بتاعه؟ بنطلون البايفوركيشن يعني يا دكتور، شايفينها كلها رايحه ناحيه الايه؟ اليمين. الليشن مش شايفه؟ ليه؟ هنا البنطلون طبعا ممكن هناك وخلاص. شايف التراكية دي سهلة دي؟ شايف دي كده؟ شايف دولت؟ مش في مشروع كده؟ ده البايفوركيشن، ده كلها رايحة هناك. شايف ان في اوباستي على الناحية الشمال؟ شايف ان الاوباستي دي مالية الكوستوفرينيك انجل على الناحية الشمال؟ شايف ان الاوباستي دي طالعة على الجدار واصلة للأكسيلا؟ يعني طالعة ازاي؟ طالعة كده يا جماعة، طالعة كده، طالعة كده. مقتنع ولا مش مقتنع ان ال شفت الميتيستاينا؟ عندك حاجه بيضة وزقه تبقى ايه؟ هيطلع ايه؟ دكتور مش قادر. وهنا بقى دي مهمه، كارديو ثوراسيك ريشيو كانت بي اسيست، صح؟ ليه؟ لان الاوباسي اللي على الناحيه الشمال عامله ماسكنج للليفت كارديو بوردر، صح كده؟ متخيلينها؟ يعني القلب ده مش قادر احكم قوي عليه ان ده كذا. بس ده ايه يا جماعه؟ ده ايه رايك بقى؟ نيمو ثوركس كولابس. هو انا ايه دي يا دكتور؟ ايه دي؟ الليفت لانج المتبقيه. بل هو الديفوشن ده بيبقى فين يا جماعه؟ في اللانج ولا براها؟ براها. ويكون كابس عليها كده. علاج البتاع دوت ايه؟ علاجه ايه؟ انتي بايوتكس ولا حاجه ثانيه؟ انتي بايوتكس. انتي بايوتكس دريننج اسمها طويل قوي. انتر كوستال تيوب اندر ووتر سي. يعني ايه انتر كوستال تيوب؟ انتر كوستال تيوب يعني اندر ووتر. البوز بتاع البتاع دي تحت المي، خلاص؟ ليه؟ ايه؟ طيب عشان يسحب ما يدخلكش هواء ولا مي. انت لو مركب تشيست تيوب ولا العين بتاعك مركب تشيست تيوب، بيمسك الميه دي بيمسكها ازاي؟ بيمسكها كده ويمشي بيها؟ لا بيمسكها ازاي؟ بيعمل له حبل كده ومدلدله ويبقى ماشي دايما تحتيه. طب لو يدخل الحمام، حمام بلدي، يا دكتور ايه القرف ده؟ هو يدخل حمام بلدي يعمل ايه؟ علقها فوق ونزل تحت. هيعمل ايه يعني؟ لا يقطع الارض، ما هو على الارض هيعمل ايه؟ يربط البيئات للكلام يعني، يقفلها بكلام. عارفين كلام؟ كلام مشبك. نورمال ولا اب نورمال؟ يمين ولا شمال؟ فوق دكتور اب نورمال. ها؟ بصيت على الميدياستاينال؟ يا دكتور القلب فين؟ يا دكتور هو باصل هنا اهو. طب اقول لك بقى، اصل في كده ايه؟ فكر ملتوي عند بعض الناس. حصلت يعني. ايه ده؟ هو ده ايه ده في الاخر يعني؟ طلع ايه ده يعني؟ ماسيف رايت سايدد دورا ديفيوجن. رايت دي الدكتوره ايه؟ بتقول لي دكتور عندي سؤال اتفضل. انا شايفه اللنج الشمال السويده شويه، قلت لها صح. وكمان ما فيهاش برونكو باسكولار مارك، قلت لها صح. دكتور انا شايفه ان ده ليفت سايدد نيموثوركس، قلت لها واليمين ده يعني ايه؟ عادي يعني ارتيفاكت يا دكتور، عادي يعني. ايه رايك؟ أمال كلامها صح؟ طب كلامها مفصصه ازاي ولا بتقولوا ايه؟ كوم كونسنتري ماشي؟ ثانية بقى، ثانية بس، ما تبصش ما تبصش. ربنا يكرمك والله بجد، هزعل والله على آخر اليوم، هزعل. خد 10 ثواني، استنى ما تعديش من السحور من لسانه، استنى 10 ثواني وفكر وافتكر إن بعد توفيق ربنا ودعاء الوالدين ربنا يكرمك ما تجاوبهاش خالص.
طيب بروسس لغايه دلوقتي انا مبسوط يعني بس اكيد حد هيقوم قايل خشوني دليل ان انا عادي كولابسي مي صح يجي لك بقى الشيطان هنا في الامتحان الشيطان شغال برضه عادي لك ايه رايك مش انت بدي استنى برايح في الناحيه الثانيه والقلب والكراكيه طب ما ده شكله كده نيموتوركس شمال تقوم قايل له ايه تستعيش الاول طبعا وبعدين تقول له بس اصل لو كان نيموتوركس ما كانش هيبقى فيه برونكو باسكولار ماركينجز وهو ده عنده فده مش نيموتوركس يقول لك بسيط ده افيوش ليه يا دكتور مش الرايت كوستوفرينيك انجل بيضة وكله ابيض على الهيميثوركس اليمين يبقى ده افيوجن وبعد ما انت كنت كاتب رايت سايد كولابس في اخر لحظه قمت غيرتها ايه رايت سايد بلورال افيوجن بس كان اللي هينقذك مين هو البلورال افيوجن بتسحب ولا بتسوق تمام مش البتاع ده دي كده ايه كنت جايب انا ايه واحد بقى في ناس مش عارفين في دكاتره فاضيه على الفيسبوك بقى بتعمل حاجات كده ده ايه هم حاطط لك صوره زي دي هم قايل لك ايه قل سبحان الله ايه العيان ده ما عندوش قلب ماشي سبحان الله عليك يا اخي والله العظيم يا انت حاطط لك صوره بقول لك ما فيش قلب انت اللي عندك ما فيش مخ قال لك ما عندوش قلب ليه لانه عارف ان القلب امال القلب فين يا جماعة حاجات مهمة في معتقدات مهمة في الاكس راي لازم تبقى عارف قواعد مهمة مفيش عيان ما عندوش قلب القلب والله العظيم لازم يبقى موجود انت دور بقى عليه القاعدة الثانية اهم منه ان القلب دايما فوق الدايفراج ما بيبقاش ابدا تحت الدايفراج عشان ما تدورش شايفين ان مفيش قلب على الناحية الشمال؟ almost يعني تمام؟ طيب العيان ده مركب intercostal tube under water seat مركب على الناحية اليمين شايفين هو امين لما احنا بنقولها لناس يعني اكبر شويه ماجستير او كده بنقول لهم ايه يا جماعه احكي لي قصه العيان ده وانا هنا هسالكم السؤال ده على وعسى ممكن حد يحكي لنا قصه يا دكتور العيان ده ماله يعني هو انت بتقول حاجه بس يعني انت مقرب بس ممكن تظبطها اكتر
هو بيقول العيان ده كان عنده كرة فيجن على الناحية اليمين وركب تشيست تيوب وبعدين فرقع على الناحية الشمال. طب ما هو غالبا دايما تريليت الحاجات كلها لحاجة واحدة. انا اقول لك العيان ده كان عنده نيمو ثوركس على الناحية اليمين وجاله نيمو ثوركس على الناحية الشمال. يعني نيمو ثوركس يمين فركب فجاله نيمو ثوركس شمال فهيركب. هو دلوقتي مش مركب. حتى فهم حاجة؟ النيمو ثوركس ده عبارة عن ايه؟ اللنج فرقع. لو عشان فاكر انها تفرقع يعني لو واحد جاله نيمو ثوركس جنبك هيعمل بومب كده. لا لا هو عادي يعني اللنج يتجمع لها. طيب ده اسمه النيمو ثوركس. الصورة بقى التقليدية هديك الصورة التقليدية زي دي مثلا. ما انت لازم يلفت نظرك ان الدم كان في الارض يا جماعه وان الرئه بعيده وان مفيش قلب على الشمال. دايما الفيديو السنه هو ده يوريك الدنيا فيها ايه يا جماعه خالص. ده صوره صعبه على فكره. بس مين شاف التراكيه؟ واضحه قوي واضحه جدا. ها شفت والقلب مفيش قلب على الناحيه اليمين والدايفرام يمين نازل جدا وجيت بلاك ترانسلوسنس يبقى ده ايه؟ رايت سايد اوف النيوترون. اير فلويد ليفل. اير فلويد ليفل يبقى تحته ايه؟ مايكرو وايه؟ يبقى هايبر نيوترون. اللي عنده مركب كام حاجه؟ مركب انتو تراكيال تيوب؟ وشيفت. بس ده يا دكتور معناه ان التراكيه شفتت؟ ممكن ندخل الجمله اسمها اندو تراكيال تيوب. واحد ممكن يقول لي ما ممكن مركبينها غلط. خلاص يبقى انت بقى ايه الشيطان بقى يعني تملك فهمك يعني. خلاص لو انت لقيت البتاع يعني العيان ده عنده شيفت ولا ما عندوش شيفت؟ عنده شيفت. ده هايبر نيمو ثوركس. واذا كان النيمو ثوركس لوحده بيتعالج بانتا كوستا تيوب وانتا كوستا تيوب والدورايا كده بيتعالج بانتا يبقى هايبر نيمو ثوركس هيتعالج اكيد بهايبر نيمو ثوركس. ماشي واضحه؟ ايه ده؟ اير فلويد ليفل ابسس. ثواني 10 ثواني بص على المكان. تعرف احنا بنقول ايه؟ لو كان الفلويد ليفل واخد كل البتاع الهيمي ثوركس ومفهوش لانج تيشو زائر بتاع مش عارف فاهمين؟ عشان تفرق ما بين الاثنين الكي بتاعهم ايه؟ ايه فلويد ليفل؟ عشان كده ده ايه يا جماعه؟ ده ايه ده؟ هيدرونيموثوركس والديفيوجن الفرق؟ لا هيدرونيموثوركس فيه ميه وهواء فالميه لازم يبقى سطحها ستريت. الديفيوجن ميه بس رايزنج للاكزيبلا مش ستريت. مين لو كان ديفيوجن بس هتلاقي ده طالعة كده ومش هتلاقي ده فيه هتلاقي فيه سوري برونكو فاسكولار ماركينز او كده. هتلاقي يعني ده هوا اللنج كده. هايبرنيمو ثوركس يعني اللنج كلها هنا والحسه الهيمي ثوركس ده كله بقى ميه وهوا بس. الفيوجن زي ده مثلا ده الفيوجن او ده طلع غالبا في الناحيه الشمال زق الميديستانا من الناحيه اليمين والنو ديتكتبل
live diaphragmatic copula, diaphragmatic hernia, congenital علاجها جراحي after stabilization بتاع العيان, scaphoid abdomen, don't use انبوباب بماسك, يجوز تستخدم انبوباب بالانتوتراكيال تيوب, لان لو انت عملت الانبوباب بالماسك هينفخ الانتستين اللي هتنفخ هنا اللي هتضغط على الهيلثي لانك وتأذي العيان, انما لو مركب انتوتراكيال تيوب وبتعمل الانبوباب دي هتعمل دايركت انفليشن اوف ذا لانك بدون انفليشن اوف ذا انتستين. واضح يا جماعه الكلام؟ هي المفروض انها الهيلثي بس هي مش هيلثي لان هي كومبريست. بص يا جماعه بص اللي حصل ايه, اللي حصل الانتستين دي طلعت كده وضغطت كده, فاللنج هنا دي حصل فيها هايبوبليزيا ميت صفر, بس اللنج اليمين اللي هي مقصود بهيلثي يعني اللي هي مش دايركتلي كانت متاثره, بس هي اتأثرت لأن القلب راح هناك والانتستين زقها وكل المجسمين راح هناك فأصبحت مش شغالة بكفاءة مظبوط. تمام؟ احنا هنقف عند الحاجة ده. حد عنده أسئلة يا جماعة؟ أسئلة؟ يلا بالتوفيق.